ما ناخدش المسألة كده. أنا أظن في حرب العراق فاكر، وكنت من القلائل وقلت إسقاط العراق سيفتح الطريق لهدم كافة الدول العربية، وحصل. وقلنا يومها لا في أسلحة دمار شامل ولا أسلحة نووية ولا كلام فاضي من ده، ولا مقابر جماعية ولا غيره، إنما دي حجة. ورجع بعد كده جورج بوش، كولين باول، دونالد رامسفيلد، توني بلير، كلهم قالوا معلش والله ده المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية ضللتنا. فاللي بيحصل النهاردة ناخد بالنا منه كويس قوي. قال ايه بقى سيلي باردن؟ قال يجب ان احنا نرفع ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية فورا من 70 مليار شيكل الى 95 مليار شيكل على الاقل لمدة 7 سنين. وقال في حديثه المعاريف ان حدودنا مكشوفة مع مصر والأردن، ويجب ان نضيف الى القوات الموجودة لواءين كاملين الى الحدود المصرية، عند الحدود المصرية، وثلاث ألوية الى الحدود مع الأردن. وقال احنا في حاجة الى لواء اخر محترف على مستوى البحرية، ولواء للتدخل السريع مكون من افراد دائمين يعرفون كيف يصلون الى اي مكان بطائرات الهليكوبتر في وقت قصير، وتكون القوات دي على اهبة استعداد على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع مع حدود مصر. وضرب مثال بالجندي اللي قتل 3 اسرائيليين، وقال يعني اهو شفتوا احنا بقى مش لازم نسكت. كمان قال يجب على المرء ان يكون مستعدا دائما للحرب مع مصر والاردن، رغم ان لدينا حاليا حالة لا حرب، لكن بيقول انت لا تصل الى مثل هذه الترتيبات هنا الا بدافع القوة. فعندما تكون ضعيفا لن يعني يدوم شيء، وجزء من سمعتنا وعلامتنا التجارية هو الشدة. وقال لقد تعرضت إسرائيل لضربة قوية في الآونة الأخيرة في غزة، ويجب علينا استعادة ذلك الشعور بالأمن لدى المواطنين والإيمان بأن إسرائيل قادرة على توفير الأمن واستعادة الشرف الوطني. عديم الشرف بيتكلم عن الشرف الوطني. وقال إذا أردت بناء فيلا في الغابة، باعتبار ان احنا الغابة يعني، فهذا يكلف كثيرا من المال، فلكل شيء كل شيء حوالينا بيحترق، السودان، اليمن، سوريا، العراق، لبنان، غزة، واسرائيل ايضا. وبعدين بيقول مين قال ان مصر مستقرة؟ هل الاردن مستقرة؟ سوريا لن تعيد بناء جيشها قريبا، والشرق الأوسط كل شيء فيه مؤقت، ويجب أن نكون مستعدين دائما لأي سيناريو. في الجبهة الشرقية يمكن أن تعود في أي لحظة، ونحن لسنا بالدول الإسكندنافية. ده كلام ليبرمان اللي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية النهاردة. وهنا أنا عايز أتوقف قدام عدد من الملاحظات المهمة. الملاحظة الأولى إن لغة التصعيد الإسرائيلية تجاه مصر أصبحت تملأ الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، من سياسيين، أحزاب، وزراء حاليين، رجال دين وغيرهم. وده أمر بيأكد لينا إن هذه الثقة، أو إن اللي البعض متصور إنها يعني يقدر من خلالها يعمل حاجات كتيرة جدا، ده بيكشف لنوايا الإسرائيليين وبيكشف أطماعهم في المنطقة وبالذات مع مصر. الملاحظة الثانية إن إسرائيل رغم إنها وقعت اتفاقية تسوية سياسية مع مصر، والدباجة بتاعت الاتفاقية الموقعة في 26 مارس 79 بتقول إيه؟ إن الاتفاقية دي مستندة لقراري مجلس الأمن 242338، وأنها خطوة في طريق السلام الشامل والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي. إلا أن كل اللي احنا شايفينه ده لم يجد طريقه لأرض الواقع، بل شفنا ورأينا إسرائيل بتطيح بكل شيء. حتى اتفاقية أوسلو تحدث عنها نتنياهو على أنها خطأ استراتيجي لا يجب العودة إليه. ملاحظة ثالثة أن إسرائيل بتسعى الآن إلى جر شكل مع مصر،
وانها بتصر على نشر قواتها على الحدود المصرية الفلسطينية رغم تعارض ذلك مع ما نصت عليه الاتفاقية. الحاجة الرابعة ان الجيش الاسرائيلي اعلن اليوم النهاردة ان الطائرات الاسرائيلية هاجمت ودمرت البنى التحتية لأجهزة الأمن التابعة لحماس على الحدود بين مصر وقطاع غزة، ودي أيضا خطوة بتمثل تهديد مباشر باقتراب من مصر. القوات المصرية اللي بترابط على الحدود على الطرف الآخر قريبة خالص أمتار. طيب النقطة الخامسة ان ده كله بيكشف عن النوايا المعادية لمصر بغض النظر عن اتفاقية تسوية، وان المخطط ده يتماشى مع مخطط اخر، ما هو الاثنين ماشيين مع بعض. صرح بيه نتنياهو النهارده او امبارح تقريبا امام لجنه الخارجيه والامن في الكنيست، ونشرته النهارده وسائل الاعلام الاسرائيليه. قال في ايه؟ قال ان اسرائيل مستعده لمحاربه قوات الامن التابعه للسلطه الفلسطينيه في الضفه الغربيه، وان قطاع غزه يعني هيبقى البدايه، وانه سيتم في قطاع غزة هيتعمل يعني إدارة مدنية في القطاع لا تشكل أي خطر على إسرائيل، يعني هيجيب شوية عمر يحطهم هناك.